في الجولة الماضية. سجل محمد موسى نقلة إدميلسون، كنترول، وقوف على الكرة، دوران إدميلسون، والهدف الأول يأتي في هذه اللحظات ومن غير أولونغا قادر على أن يسجل. يتحرك فقط إدميلسون ليصنع الخطر ويأتي بأجمل خبر لدحيل في هذه اللحظات. التقدم في نتيجة المباراة، هذه التمريرة وهذا الكنترول وهذا الدوران، وبعد ذلك بهذه الطريقة التي لم ينجح من خلالها دفاع نادي الشمال من أن يتصرف بالشكل المناسب، وبالتالي 1-0. سعود ناصر اللي كان أقرب لهذه الكرة لكن